طيب احنا معانا برضو الكابتن اسامه عرابي نجم الاهلي والمنتخب. اهلا وسهلا بك يا كابتن. قلت الاهلاويه ورايا النهارده. وراك وراك. اهلا وسهلا بك يا هبه، واهلا وسهلا بالكابتن الكبير هشام، يا كان وحشني كتير. قال لك الاهلاويه ورانا ورانا النهارده، توقعاتك ايه؟ سابع سابع. مين كابتنك يا اسامه؟ هشام طالما في برنامج لازم لازم يهزر، هشام طبه خفيف يعني. بس النهارده بقى ولا اهلي ولا زمالك، النهارده المنتخب. ما فيش شك طبعا. توقعاتك ايه يا كابتن؟ والله هو الطبيعي ان احنا لو في الفورمه بتاعتنا منتخب مصر يكسب، هو المرشح الاول وهو اللي حط نفسه في المأزق ده من مباراه موزمبيق اللي ابتديناها بصوره وحشه جدا. كان ممكن ناخد دفعه قويه لو لعبنا بشكل مختلف. طبعا ما فيش شك في كده. المهم دلوقتي توصلي مصر في فترات كتيره او في بعض الفترات في بطوله امم افريقيا ابتدت سيء او ابتدت بمستوى متدني ووصلت، ولما دخلت في التصفيات كابتن اسامه تطور. ايوه انا سامعك صوتك. أيوة. بس كان قطع، اتفضل. فانا بقول لما بنخش في دور الاخراج وحصلت كده في البطوله اللي فاتت اللي طرنا في النهائي فيها من السنغال، فوارد. لكن الخصم او المنافس عنيد، فرقه راس الاخضر ادت مباراه سواء امام غانا او اداء او امام موزمبيق وتصدر المجموعه بست نقاط. والنهارده هو سلاح ذو حدين، ما هو اللي بيلعب ده وهو متصدر كده كده هو اول، حتى لو خسر او كسب يا اما هينزل مريح شويه فدي تيجي في صالحك، يا اما الثقه بتاعه المكسب وانه كسب ماتشين ورا بعض وبيلاعب مصر اللي هي مفروض اعرق تاريخا منه وامكانيات لاعبتها اساسا مفروض ان هي اكبر منه، يحاول يعمل ماتش تاريخي عشان يقول لك انا برضو يا رب كسبت مصر. لا انا بتكلم على الراس الاخضر. وانا بقول يا رب بقى احنا نبقى عندنا نفس الروح بقى ونخش ننزل يعني نخلص. وانت هتستنى ايه تاني؟ انا سمعت جزء من اللي هشام بيقوله. طب انا لعيبه مصر هتستنى ايه تاني؟ ما هو خلاص الامل الاخير، فلازم الناس تبذل اقصى جهد. ارجو ان حتى نبقى زي جزء من الشوط الثاني اللي الى حد ما اديناه بشكل افضل بكتير من طبعا ماتش موزمبيق والشوط الاولاني في غانا. لكن هو الراجل برضه مستر فيتوريا ما اعرفش مصمم على بعض الحاجات لابد ان يركز فيها. مش عيب ان في واحد في فتره معينه بيكون بعيد شويه، لسه مش قادر، لسه مش فورمه. يعني انا بتكلم مثلا على وسط الملعب، مع احترامي الكامل لانني لعيب كبير وكل حاجه، بس واضح انه بعيد عن الملعب، الريتم قليل شويه. فواحد زي مروان عطيه مثلا خلاص هو جاهز واحتكاكه اقوى واستخلاصه للكوره اقوى، خاصه كمان ان حجازي بيلعب في الخلف وحجازي عنده وهشام لعب في المكان ده وعارف عنده. هو طبعا حجازي لعيب كبير جدا بس عنده بعض البطء شويه وكان لسه راجع من اصابه، فعايز واحد قدامه عايز تعلق يبقى شرس في الالتحامات واستخلاص الكوره وكده. فانا شايف انه المفروض ان مروان عطيه وحمدي وامام هم اللي طب مروان عطيه لعيب كبير طبعا. لا انا غير انه طبعا لعيب كويس، بس انا بتكلم الفورمه اللي هو فيها دلوقتي غير مثلا حاله حد تاني ممكن تكون لسه مش جاهزيته مش كبيره او رتمه مثلا في الاستخلاص الكوره والحاجات دي اقل. دي نقطه. الحاجه الثانيه اتمنى ان زيزو يلعب في الجناح الايمن مكان اللي اتصاب فيه طبعا فقدناه النجم الكبير محمد صلاح. زيزو لعيب كبير والماتش الاولاني لعب في نص الملعب يمكن كانت يعني صعبت علينا الامور شويه عشان كان بيطلع على الجناح ويفضي نص الملعب فكانت الامور صعبه على النني وحمدي. فالنهارده فرصه انه يلعب تاني في الجناح الايمن يا رب بقى النهارده نستغل الفرص دي. وبشكرك يا كابتن، نورتنا في الخلاصه كابتن اسامه عرابي.